مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجنا النهاردة. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة جدا لأن إحنا معاكم دلوقتي من أسوان زي ما أنتوا شايفين. أول حلقة لينا في برنامجنا النهاردة من أسوان. زي ما أنتوا شايفين من ساعة ما جينا وإحنا شمين هواء جميل يرد الروح نظيف. النيل جميل جميل جميل. أجمل منظر للنيل الواحد ممكن يشوفه في حياته هو هنا فعلا في أسوان. أثارة هي بين مقابر النبلاء بين من الناحية التانية هنا في النيل. ولسه طبعا هنشوف أثار كتير ومناظر كتير للنيل في أسوان في حلقتنا من أسوان في برنامجنا النهاردة. تعالوا مع بعض ونبدأ النهاردة وأول فقرة من فقراتنا وهي غريبة ومختلفة جدا. إزاي يكون في إنشاد في رحلة في نفس الوقت في مركب كروز في النيل من أسوان رايحة الأقصر. تعالوا نشوف أول فقرة من فقرات حلقتنا اللي هتكون إن شاء الله جميلة ومختلفة من برنامجنا النهاردة في أسوان. فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. واحنا النهاردة مشاهدينا وفي أسوان منورنا فرقة الرضوان أبناء المرعشلي. أهلا وسهلا بيكم منورنا منورين أسوان كلها. احنا النهاردة طبعا في رحلة كده معاكم ورحب طبعا بكل الستات الحلوات اللي موجودين في الرحلة النهاردة والشباب. احنا طبعا معاكم في مركب هنقعد معاكم شوية وبعد كده انتوا هتكملوا الرحلة بتاعتكم ورايحين ان شاء الله لأقصر. تروحوا بالسلامة ان شاء الله. ورحلة جميلة دي يعني اللي يبقى فيها انشاد وذكر لله وصلاة على النبي وما شاء الله. أنا طبعاً عايزة ممكن أبدأ مع محمد صفوان. محمد صفوان المنشد طبعاً. وتقول لنا الأول عرفنا كده بكل شباب الفرقة. حضرة الوالد أستاذ عبد القادر المرعشلي طبعاً. أخوي محمد ياسين المرعشلي. أستاذ محمد فيصل بقلي. أخويا محمد عيد المرعشلي. طبعا احنا يعني زي ما انت عارف انه الفرقة نصها يعني النصف الآخر فضل القاهرة. تمام. انتوا أول مرة تيجوا أسوان؟ لا لا يمكن المرة الثالثة أو الرابعة. الحمد لله. ايه رأيكم بقى في أسوان؟ ما شاء الله جميل. هنا يعني الحاجة المميزة انه النيل ما شاء الله يعني جميل جدا. والمية نظيفة و يعني مختلف عن القاهرة شوية الحمد لله. وجو أسوان حلو يعني بشكل عام جو سياحي وما شاء الله يعني كل حاجة فيه حلوة. جميل فعلا. والسمك فيه برضو مميز. السمك فيه طبعا أكل السمك هنا مختلف. لا جميلة. وأول مرة هتروح لأقصر؟ ان شاء الله اول مره تروح المره الاولى ان شاء الله. مختلفه ان هي اثارها اكتر بكتير. اثار بقى انا نفسي انه يعني دخلته في زمن الفراعنه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا عايزين نبدا كده ونسمع مع بعض حاجه. هنقول بسم الله. هنبتدي بسم الله. ابتداء بسم الله. بسم الله الرحمن. تفضل محمد ياسين. بسم الله 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 بسم
الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا لطيف اللطفاء غوثاه فالأمر ضاق. يا لطيف اللطفاء مولاي بالخشيعين والسادة العارفين بكل أهل اليقين أصلح لنا مخافا. بسم الله اللطيف يا لطيف اللطفاء. بسم الله اللطيف يا لطيف اللطفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله. حوبات الذاهلين اصرف قدام الجفا. بحوبات الذاهلين اصرف قدام الجفا. بأهل بيت الرسول آل جناب البتول بالصحب أهل القبول يسر لنا الاصطفاء. بسم الله اللطيف يا لطيف اللطفاء. بسم الله اللطيف يا لطيف اللطفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله. بسم الله. أيها المشتاق لا تنامي سلامي. أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار ذي سلامي. عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. عند خير العرب والعجم. فاستلم شباك حجرته واستقم في قدس حضرته. واستقم في قدس حضرته. واستقم في قدس حضرته. واستنر في ظل سدرته سدرة الإحسان والكرم.
الكرم سدرة الإحسان والكرم. أيها المشتاق لا تدمي، هذه أنوار في سلامي عن قريب أتى في الحرم عند خير العرب والعجم، عند خير العرب والعجم. قف أمام القبر بلا أدب مثلا في أشرف الرتب، مثلا في أشرف الرتب، مثلا في أشرف الرتب. وفي مقام القرب والقرب والرضا والجود والنعم، والرضا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل، يا حبيب الله في الأزل، يا حبيب الله في الأزل. ويا عظيم العلم والعمل ويا سميع اللوح والقلم، يا سميع اللوح. Yeah.
بس أسأل واحدة كده من الموجودين النهاردة في الرحلة. نور أهلا بيك. أهلا بيك يا رعاء، نورتي أسوان ومرعشتي كله. أنا عايزة أسألك حاجة، يعني ممكن الناس تستغرب مثلا تقول إنه دي رحلة إزاي، مثلا رحلة وفي أسوان ومركب هتمشي من أسوان للأقصر كروز وكده وفي نفس الوقت هو إنشاد. لا، دي حاجة روحانية عالية جدا مع المناظر الحلوة دي والطبيعة الخلابة روحة، يعني حاجة عالية خالص، روحانية عالية خالص. يعني انتوا بقى مستمتعين بحاجة زي كده؟ جدا جدا، ما شاء الله مخلية عاليين خالص. ما شاء الله، يعني هي بجد فكرة جميلة، وممكن انه الناس تستغربها انه مثلا يا محمد، انا لما تقابلنا محمد ياسين ومحمد صفوان والشباب لما تقابلنا وكده وقلت لكم يعني احنا عايزين نصور لانه دي حاجة مهمة نوريها للمشاهدين، انه مش معنى ان الناس تروح رحلة وتتفسح وتتبسط وتستمتع ان هي ممكن في نفس الوقت ما تغذيش روحها وتاخد كمان ثواب في نفس الوقت اللي هي اتمتعت فيه، تبقى ايه وزنت كده ازاي بين الدنيا والاخره. هو الصراحه انت جاوبتي، هلا سؤالك هو الجواب، انه فعلا هو غذاء الروح، الانشاد هو غذاء الروح، وبصراحه يمكن بس فقط اللي ذاق الرحلات دي مع طاعه الله سبحانه وتعالى اكيد هو اللي تذوق هذا المذاق الطيب. هلا في سياحه كثير بيكونوا الناس رايحين في سياحه، يعني حتكون طبعا يمكن بعيده عن طاعه الله، بعيده بيقول لك والله انسرينا انبسطنا، بس مش زي السرور اللي احنا او الناس اللي معنا يمكن بيقول لك انه احنا والله كانت رحله رائعه فيها روحانيات فيها تجليات. فيعني نسال الله تعالى انه تكون يعني يعني سنه حسنه، يعني السياحه تكون سياحه في طاعه الله، في سياحه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا برضو عايزين احنا كمان نعلي روحنا ونسمع كده تاني انشاد كده، وايه بقى هنسمع ايه؟ هنقول ظهر الدين المؤيد. ظهر الدين المؤيد بالطريقه الماليزيه. بالطريقه الايه؟ الطريقه الماليزيه، يعني هي طريقه ايوه ماليزية. يعني لحن 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 ماليزي، لحن ماليزي. طبعا لازم نقول اي كل الوان، يعني انه سبحان الله الوطن الاسلامي كله في الاخر واحد، والفن هو اكتر حاجه بتجسد الحكايه دي. ما شاء الله مصر حاويه كل الفنون، كل الفنون. ما شاء الله نعمل ان شاء الله سياحه على ماليزيا باذن الله ان شاء الله. يعني سمعون انشاد المصري ان شاء الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا رسول الله، يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
طبعا عارفه وقتكم ضيق عشان المركب خلاص هتمشي دلوقتي وهتتحركوا للاقصر، فان شاء الله طبعا اتمنى لكم انكم تستمتعوا في بقيه الرحله، وانا سعيده ان احنا كنا معاكم ولحقنا ان احنا نتمتع كده معاكم. ونختم بقى مع مشاهدينا تحبوا بقى تشوفوا اغنيه، اغنيه بقى من اللي انا بحبهم اللي انت يعني عايزه، قمر اني احب محمدا احمد يا حبيبي. اي بقى اغنيه من ده في نشيد في معنى الحجه منى بتحبه دايما اسمه في هو في مثل النبي يابا. طبعا هو باللهجه طبعا حابين سمعك ان شاء الله و عشان يشاركونا يعني عشان هم احنا كمان عايزين نشتغل اللي حابين. وفي مثل النبي يابا، وفي مثله ما في مثله، وفي مثل النبي يابا، وفي مثله ما في مثله، والله والله
أعظم أخلاق وفي مثله ربه الباري الخلاق وفي مثله أحلى جمال النبي الله الله أحلى جمال النبي الله الله أحلى عيون النبي الله الله أحلى قوام النبي الله الله شهل الكحل تكمله في مثله أهدانا شفاها ورب العرش أهدانا شفاها ورب العرش أهدانا شفاها ثبتنا عمرنا نشتاق طاها قامت
وفاك الورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد يا حبيب الله يا خير البرايا زمزم والحرام وإبليت الأمم شوف زمزم والحرام وإبليت الأمم شوف زمزم والحرام وإبليت الأمم شوف زمزم والحرام وإبليت الأمم من كل بلد عالم يا منبع الكرام من كل بلد عالم يا منبع الكرام نور النبي ظهر بأرضك يا أمان اليوم السفر كل ما سوا يا مكة بالنبي والشري مهدي من وضع النبي من أول طلعتي يا مكة والنبي والشري مهدي من وضع النبي من أول طلعتي نتمنى كلنا تكون حينا نتمنى كلنا تكون حينا الله احلى ختام ويا رب كده ان شاء الله نتجمع في الحرم كلنا سوا قريب يا رب وكل سنه يا رب ان شاء الله وكل اللي نفسه يا رب ربنا ما يحرم حد منها ابدا يا رب امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد انا بجد سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده ومع كل الرحله واستمتعنا واتبسطنا وكده شفنا أسوان بطعم تاني بجد أنا بشكركم جدا وأتمنى لكم إن شاء الله تتمتعوا في بقية الرحلة وتتحرك المركب دلوقتي على الأقصر إن شاء الله بأمن وأمان كده توصلوا إن شاء الله إن شاء الله
بإذن الله على خير ونتجمع دايما، وأنا بشكركم دايما أنتوا على طول معانا في كل حاجة حلوة. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جدا. برنامج النهاردة. شكرا ليكم. طبعا مشاهدينا احنا لسه عندنا فقرات كتير من أسوان في حلقات برنامجنا النهاردة من أسوان، خليكم معانا. مشاهدينا وتاني يوم لينا في أسوان. احنا النهاردة بقى قررنا في حلقتنا النهاردة ان احنا نوريكم أسوان، واحلى حاجة هنا الطبيعة والنيل. فاخدنا مركب ونازلين رحلة في النيل، وكل حتة هتقابلنا في أسوان واحنا في المركب هنوريها المشاهدين. زي ما احنا معودينكم ان اي مكان احنا بنكون موجودين فيه او بنسافر له سواء في مصر او برا مصر بنوريكم كل حاجة بالتفاصيل المملة، علشان احنا عينكو ونكون عيونكو في المكان ده كأنكو جيتوا معانا بالظبط وشفتوا المكان. احنا النهاردة في النيل في أسوان، ورايا مقابر النبلاء، طبعا ده أثر من الأثار الفرعونية. احنا بس مقربين كده منه علشان نشوفه، وبعد كده هنكمل رحلتنا في النيل. وكل ما هنوصل عند حاجة هنعدي على جزيرة النباتات، على النوبة، هننزل وهتكونوا معانا وهتتفرجوا معانا على النيل من داخل المركب دي في أسوان. يلا نبدأ الرحلة. فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك مشاهدينا. طبعا وقفنا بالمركب عند جزيرة النباتات، هنطلع دلوقتي مع بعض ونشوف الجزيرة ألوانها أصلا الورد من واحنا في المركب باين جماله. هندخل وهتبقوا معانا في الرحلة دي، يلا نشوف الجزيرة. في جزيرة النباتات، وطول ما احنا ماشيين شايفين مثلا هنا مكتوب دي شجرة اسمها مكتوبة هو بامبوزيا، وهم بيكتبوا على كل شجرة اسمها ونوعها وهي جاية منين. والمرشد هنا في الجنينة قال لنا ان الارض هنا خصبة جدا، لدرجة ان اي نوع نباتات او اي زرع بيزرعوه فيه بينفع وبيطلع على طول. كل شجرة مكتوب ليها يافطة مختلفة وليها اسم مختلف، كل شجرة هنا ليها قصة. فبصراحة جميلة الخضرة، والواحد فعلا شامم هواء النيل الجميل مع كمية الأخضر، كمية أكسجين يعني بجد مش طبيعية. بجد أسوان ممتعة، أي حد ما جاش أسوان لازم 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 يجي يتمتع بالجمال وبالطبيعة ويهدي أعصابه شوية هنا. يلا نكمل رحلتنا في جزيرة النباتات. Thank you.
مشاهدينا احنا في نهاية اول حلقة لينا في أسوان في النيل طبعا في المركب، وبنختمها هنا من المركب في النيل. طبعا رحلات كتير هو حوالينا ومراكب كتير ماشية، بصراحة رحلة جميلة قوي ممتعة قوي قوي قوي. اخر حاجة هنوريها لكم من المركب هو المنظر اللي احنا شايفينه ده، مقبرة أغاخان والبيت بتاعه هنا في أسوان والمرسى طبعا، على أساس أن طبعا المكان ده كان فيه الاستشفاء اللي كان بيجي يعمل هنا فيه أغاخان استشفاء بالرمل السخن بتاع أسوان.